السلام عليكم، حبيت أعرفكم بهبتي الجديدة. الفن هذا اللي يسمونه فن الخيوط أو السترينج آرت. طبعاً الفن موجود من زمان ومو هو جديد، بس أنا أول مرة أجرب إني أشتغل فيه. حبيته وايد، خصوصاً فقرة طق المسامير حسيتها وايد تهدي الأعصاب ووايد قريبة مني. التفكير في مكان المسامير، المسافات بينهم، التأثير، بعدين مرحلة الويفينج أو الحياكة جدا جميلة، خصوصا تأثير الخيوط لما نتفرق وتيمع شلون يغير الشكل، وهذه النتيجة النهائية. أتمنى أنها تكون عجبتكم.